بقية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه مستمرة معانا الموجة شديدة الحرارة، وأن الطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، تحياتي لحضراتكم. اخبار الجو ايه النهارده يا دكتور؟ تفاصيل الجو. طبعا احنا مستمرين زي ما حضرتك ذكرت في البدايه في ارتفاع درجات الحراره عن معدلاتها الطبيعيه، وفي الموجه شديده الحراره اللي بتاثر على اغلب مناطق الجمهوريه. بالفعل نقدر نقول انه لحد يوم الخميس درجات الحراره بالنسبه للقاهره هتكون في حدود 38 درجه مئويه بيتم تسجيلها في الظل، بتبدأ ترتفع بشكل تدريجي كلما اتجهنا في اتجاه محافظات الصعيد، علشان تكون أعلى درجة حرارة على جنوب الصعيد في حدود 44 درجة مئوية. ودايما زي ما متعودين المحافظات الشمالية هي الأقل في درجات الحرارة، لكن كافة مناطق الجمهورية بما فيها القاهرة والسواحل الشمالية بتسجل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بمعدل بيصل إلى 3-4 درجات مئوية. بالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بيقابله أيضا ارتفاع في درجات الحرارة اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل، وبتكون الصغرى ودي أقل درجة حرارة بنسجلها خلال ساعات الليل في حدود 27-28 درجة مئوية، يعني كلها درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في ظل ارتفاع نسب الرطوبة، وده هو الأمر الطبيعي خلال التوقيت ده من العام بنشعر بها وكأنها أكثر من 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار. ايضا متوقع شبوره مائيه خفيفه خلال ساعات الصباح الباكر زي ما بنشوفها، مش بتعطل الرؤيه الافقيه ولا بتعطل حركه المرور على الطرق، لكنها بالتاكيد بتكون موجوده كل صباح خاصه على الطرق الزراعيه والمناطق اللي بتكون قريبه من مسطحات مائيه وبتكون في نطاق شمال البلاد زي السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، الدلتا، مدن القناه، وسط سيناء، وحتى محافظات القاهره الكبرى. زي ما اشرنا ارتفاع درجات الحراره ان شاء الله مستمر معانا لحد يوم الخميس القادم، ومن يوم الجمعه هيبدا في تغير في مصادر الكتل الهوائيه، تغير طفيف هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل على انخفاض طفيف في درجات الحراره بدايه من الجمعه. زي ما دايما بناكد انه مش هيكون انخفاض كبير، هو انخفاض طفيف بمعدل 3 درجات الى درجتين، وبالتالي بدل ما القاهرة بتسجل دلوقتي ما بين 38-39 هتبدأ تسجل من 35 مثلا ل36 درجة مئوية. هيظل معها الطقس شديد الحرارة، علشان كل مرة بنقول في انخفاض بتبدأ الناس تتساءل يعني مش حاسين بأي انخفاض، الأجواء لا زالت شديدة الحرارة. فاحنا بنأكد إن القاهرة لما بتسجل 35 أو 36 اللي بنقول عليها إن هي انخفاض بتظل معها الأجواء شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة بنشعر بها كأنها 37 أو 38 درجة مئوية. العنصر المهم في حالة الطقس هو فرصة تساقط الأمطار. عندنا فرص لأمطار خفيفة هتبدأ من اليوم على أقصى جنوب مصر عند الحدود الجنوبية، هتكون فرص أمطار خفيفة جدا قد يصاحبها أحيانا إثارة لبعض الرمال والأتربة هناك، ده زي ما بنقول دايما نتيجة الأمطار الجنوبية أو الأمطار الموسمية اللي بتكون موجودة على دولة السودان، بتسبب هناك أمطار غزيرة بتبدأ أطراف السحب دي تمتد شمالا علشان توصل إلى الحدود الجنوبية المصرية. طيب يعني يا دكتور محمود الظاهرة الجوية دي مستمرة معانا لغاية إمتى؟ يعني إحنا شايفين دلوقتي إن الموجات الحارة بتستمر بالعشر أيام وبتطول، ولو في مثلا فرصة لانتهاء الموجة بيبقى يوم أو يومين وبنرجع نبدأ تاني، هل ده مستمر معانا بقية شهر 7 وكمان شهر 8 كله، ولا ده بس نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي؟ طبعا منخفض الهند الموسمي هو اللي بيأثر علينا كل عام، وبيبدأ في بعض الأحيان بيتراجع في مقابل مرتفع العروض الوسطى اللي بيبدأ يجلب معاه كتل هوائية معتدلة نسبيا. لكن لو اتكلمنا عن شهر 7 هذا العام أو ما مضى من شهر 7 حتى الآن، من خلال تقييمنا لدرجات الحرارة اللي تم تسجيلها بنلاقي إن أغلب أيام الشهر درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنسب متفاوتة، إما أعلى بدرجة يا إما أعلى لحد ما يصل أعلى بحوالي 4 و5 درجات. المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة بالنسبة للقاهرة خلال هذا الشهر
المفترض انها تكون في حدود ال 34 الى 35 درجه مئويه على اقصى تقدير. اي درجه حراره اعلى من 35 مفترض انها تكون اعلى من المعدلات الطبيعيه. حتى الان ما تم تسجيله من درجات حراره هو اعلى من المعدلات الطبيعيه في اغلب ايام الشهر ما عدا ايام قليله، يعني نقدر نقول ثلاث ايام او اقل او اكثر قليلا بدرجات حراره في حدود 35 درجه مئويه لم تنخفض عن ذلك. فبالفعل درجات الحراره هذا العام هذا الشهر وهذا العام اعلى من معدلاتها الطبيعيه، وده بيتوافق طبعا مع التنبؤات اللي اصدرتها هيئه الارصاد الجويه قبل بدايه فصل الصيف. فنقدر نقول انه خلال الايام المتبقيه من هذا الشهر هتكون درجات الحراره يا اما في اواخر معدلاتها الطبيعيه، يعني بنتكلم مثل 35 ل 36، يا اما اعلى من معدلاتها الطبيعيه. طيب في اي ظواهر جويه غريبه معانا النهارده؟ نشاط للرياح مثلا او حاجه؟ هيكون في طبعا نشاط نسبي للرياح خاصه خلال ساعات المساء، مش نشاط قوي، سرعاته في حدود ال 30 وربما تصل الى 35 درجه مئويه على اعلى تقدير، وبالتحديد بتبقى ملحوظه في الاماكن المكشوفه او الاماكن المفتوحه في مناطق متفرقه من الجمهوريه وعلى فترات متقطعه. وبالتالي دايما بننصح انه مع دخول ساعات الليل يفضل الخروج للاماكن المكشوفه الحدائق العامه، لان دي بيكون فيها بعض نسمات وهبات الرياح اللي هتخفف شويه شعورنا بارتفاع نسب الرطوبه. يمكن كلنا شايفين نسب الرطوبه عاليه ازاي، بالفعل بتاثر خاصه على اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن، وبالتالي حتى لو في البيت نبدا نفتح النوافذ بشكل ملحوظ علشان تبدا تعمل تجديد للهواء. لكن خلال فترات الظهيره بالتاكيد بننصح بتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، لان دي بتكون فتره الذروه الحراريه اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره مع زياده واضحه في الاشعاع الشمسي. وبالتالي اللي هيخرج او يتعرض لاشعه الشمس خلال الفتره دي بننصحه بارتداء غطاء للراس، شرب كميات كبيره من الميه والسوائل، وطبعا زي ما قلنا لازم التواجد في اماكن جيده التهويه علشان تخفيف اثار الرطوبه. لو اتكلمنا عن ارتفاعات الامواج على البحرين الاحمر والمتوسط، طبعا زي ما الخرائط بتشير امامنا انه نشاط الرياح هناك معتدل، وبالتالي ارتفاعات الامواج في الحدود المعتدله، يعني اقصى ارتفاع للموج 2 متر سواء على البحر المتوسط او البحر الاحمر. نشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة متوقع العظمى تكون 38 والصغرى 27، والعاصمة الإدارية متوقع 38-28، الإسكندرية 34-25، والعلمين 33-24، مطروح 32-24، ودمياط 32-27، بورسعيد 35-27، والإسماعيلية 39-26، السويس 38-27، والعريش 36-26، كاترين 34-19، وطابة 38-28، حلايب 37-30، وشلاتين 42-31، شرم الشيخ 40-31، والغردقة 41-31، الفيوم 39-27، وبني سويف 40-26، الوادي الجديد 43-25، وأسيوط 42-27، سوهاج 42-28، وإنا 43-28، الأقصر 44-29، وأسوان 44-30. دي كانت نشرتنا المفصلة النهاردة، ودلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي وهبة لمتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.